عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس أحمد شكري محمود، مركز شبكة معلومات جامعة أسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح الآن خطوات فك وتركيب الـ DVD درايف. أول حاجة حضرتك نفك الكابلات. ده كابل البيانات الخاص بالـ DVD درايف. ده كابل الكهرباء الخاص بالـ DVD درايف. بكده حضرتك نفك المسامير. فك المسمار الثاني. فكده حضرتك بنخرج الDVD درايف بالشكل ده. بتطلع حضراتكم من مقدمة الحاسب بالشكل ده. تلاحظوا حضراتكم الDVD طريقة تركيب الكابلات زي الهاردسك بالظبط. ده حضراتكم اللي بيركب فيه كابل البيانات اللي هو من نوع ساتا، وده اللي بيركب فيه كابل الكهرباء. يعني كابل البيانات حضراتكم اللي هو ده حضراتكم زي حرف ال L. لو حبيت اركبه حضراتكم نفس تركيب القرص الصلب بالظبط، وكابل الكهرباء نفس النظام. لو حبيت اركب الDVD حضراتكم هتلاقي هنا في حته البلاستيكه دي، حته البلاستيك دي ممكن اشيلها ممكن اركبها. بشيل البلاستيكه دي الاول، بكده اضع الDVD بالشكل ده. بكده ابدا اربط المسامير. بكده اربط المسمار الثاني. بكده اركب كابل الكهرباء حضراتكم زي تركيب الكابل الكهرباء الخاص بالقرص الصلب بالظبط اللي هو من نوع ساتا بالشكل ده. بكده اركب كابل البيانات. وكابل البيانات حضراتكم في اللوحة الأم هو نفس التركيب بتاع الخاص بالقرص الصلب. وبذلك نكون قد انتهينا من تركيب CD-ROM درايف. ده CD-ROM درايف حضراتكم من النوع IDE. نتعلم بس ازاي نركب كابل الكهرباء الخاص بيه. دي كابل الكهرباء من النوع IDE، ودي الفتحة الخاصة بيه حضراتكم، بيركب بالشكل ده. هو مضلع بطريقة حضراتكم بحيث صعب ان انا اركبه غلط يعني. ده كابل البيانات اللي هو كابل الداتا. تلاحظ حضراتكم ان الكابل فيه حتة معدن زيادة بالشكل ده، ده بتركب في الفتحة دي حضراتكم، بيركب بالشكل ده. وفي اللوحة الأم حضراتكم دي الفتحة الخاصة بالاي دي اي، هو نفسه الكابل الخاص بالقرص الصلب. يطلع تركيبه زي تركيب القرص الصلب بالظبط. سنشرح الدرس القادم إن شاء الله تركيب موصلات اللوحة الأمامية. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.